مساء الخير عليك يا احمد. عملناها ولا ما عملناهاش؟ عملناها قبل كده كتير. ونقدر نعملها تاني طبعا. مساء الخير على حضراتكم. والحقيقه انه في حاله من التفاؤل وانا بتابع اراء جماهير النادي الاهلي قبل مباراه فيتا كلوب، بتفكرني بحاله التفاؤل اللي كانت واحنا قبل ما نلعب الوداد النسخه اللي فاتت من افريقيا، الزمالك في النهائي، وكمان حتى قبل ما نلعب بايرن ميونخ. يعني على قد ما كان فيه هزار انه النادي الاهلي هيلعب بايرن ميونخ وانه يعني حاجه كبيره وليفاندوفسكي ونوير، الا انه كان في حاله من التفاؤل عند الجماهير كبيره قوي يا احمد، وده شايفاه المره دي بالرغم انه فعلا الموقف ممكن يكون صعب شويه ان احنا تعادلنا على ارضنا، ولكن في حاله من التفاؤل ان الناس كلها شايفه انه رجاله النادي الاهلي دايما بتظهر في المواقف الصعبه اللي زي دي، ويعني في ثقه كبيره قوي في اللعيبه لانه في مسؤوليه كبيره قوي عليهم المره دي الحقيقه. ودايما اعتقد الفتره اللي فاتت كلها بنتكلم على كل البطولات، على الدوري اللي حسمناه الموسم اللي فات، افريقيا، كاس مصر، كاس العالم للانديه، كلها كانت مباريات اصعب من بعض. واللي يكسب دوري ابطال افريقيا بالنسخه الصعبه اللي فاتت دي وياخد برونزيه العالم من بالميراس بطل امريكا الجنوبيه يقدر ان هو يكسب فيتا كلوب ان شاء الله. النهارده كان في تدريب طبعا موسيماني مع اللعيبه، اول تدريب ليهم بعد طبعا الوصول لكونغو ديمقراطيه. امبارح بالليل كانت بعثه النادي الاهلي وصلت، وكان التدريب في درجه حراره شديده جدا ورطوبه عاليه جدا، يمكن اكتر كمان من تنزانيا لما كنا بنواجه سيمبا التنزاني. كل التفاصيل دي هنعرفها الحقيقة مع طبعا أكيد مراسلنا خلال الحلقة النهاردة إن شاء الله.